السلام عليكم يا جوار. المهم الخوت كما العاده جبت لكم اخبار زوينه بزاف عشان اللاعب والاسطوره ديال ميلان والمدافع والظهير الايمن اللي دوز كره ضرب الصح دوز اليوفي وايس ميلان وحتى البارسا الخوت والمدافع الايطالي اللي فاز بكاس العالم 2006 مع المنتخب الايطالي واللاعب زامبروتا. زامبروتا الخوت في مقابله مع توتو سبورت الايطاليه تحدث على ثلاثه اسئله سولوه واسئله مهمه الخوت. السؤال الاول هو واش ايكاردي هو البديل المناسب لرونالدو؟ قال انه لا يقنعنا كثيرا، يعني كيبان لي بان ايكاردي ما يصلحش لليوفي. والسؤال الثاني الخوت سولوه واش كتعتقد بان سباق البطوله ديال السيري ا مازال مفتوحا، يعني باقي اليوفي وميلان واش يقدروا يتنافسوا مازال مع الانتر؟ قال هذا هضره الخوت، لا يزال هناك العديد من النقاط للحصول على انتصارات والعديد من الشباكات المباشره. بعد قولي هذا ارى من الصعب على ميلان واليوفي ان ارى ان ما يتولى قياده الانتر هو المدرب كونتي. كونتي ليس مخطئا عندما يكون في الصداره. أنطونيو هو اللاعب الفائز وهو جيد جدا في إبقاء الفريق مركزا وفي حالة توتر في هذه اللحظات، يعني بأن المدرب كونتي كيعرف يسير المباريات ديالو وكيعرف ينتصر. وكما عرفتوا الخوت ديما كونتي كينتصر بهدف مقابل شيء أو هدفين مقابل واحد كما تفرجوا في آخر ماتش تورينو. يعني الخوت كونتي من المدرب اللي كيعرف يحافظ على الانتصارات ديالو وقال بلي من الصعب على الميلان اليوفي يتنافسوا معاه أو يجيروا المباريات كما كيجريها هو. والسؤال الاخير الخوش هو السؤال اللي درى على الحلقه ديالنا هو بعد السؤال ديالهم على ما الافضل شكون الظهير اللي مزيان بالنسبه ليك، واش اشرف حكيمي او اللاعب كوادرادو اللاعب ديال اليوفي او تيو هرنانديز المدافع الايسر ديال الاي سي ميلان؟ قال هذا الهضره الخوش وكلام جميل، حكيمي هو الافضل، انه شاب قوي للغايه لكن الاثنان الاخران يحتلان ايضا الصداره، يعني تم لاعبين مزيانين بحال كوادرادو وتيو هرنانديز. بحيث كتشوفوا اليوفي من غاب عليهم كولومبي تأثر بشكل كبير وبانوا معاناة عليهم، وأيضا قال بلي تيو هرنانديز انخفاض انخفض الأداء ديالو بشكل طفيف لكنه بدأ بشكل جيد في آخر مباراة وبدأ كيصنع الفارق. لكن الخوت من بعد السؤال ديالهم كما قلنا على شكون أحسن واش حكيمي ولا كوادرادو ولا تيو هرنانديز، قال حكيمي هو الأفضل، يعني كيعترف به وكيقول بأنه هو أحسن ظهير حاليا وأحسن ظهير حاليا في الدوري الإيطالي بالنسبة للاعب زامبروتا. يعني الخوش من الاخر كلام جميل وهذا الشيء راه شيء عادي بحيث ان اللاعبين كبار اعترفوا به ومدربين كبار بحال المدرب كابيلو بحال لاعب كبير الظهير رونالدو والعديد من اللاعبين الاخرين ديما كيعترفوا باللاعب حكيمي بحيث انه كيصنع المجد ديالو في دوري ايطالي. وكنتمنوا ليه يبقى في هذا الفريق هذا وان شاء الله كنتمنوا ليه يفوز في السيري ا والعام الجاي ان شاء الله يكون في الشامبيونز ليغ ولما لا يدوز الادوار الاقصائيه. هذا الاداء اللي قدموه في دوري ايطالي يكون قدموه في الشامبيونز ليغ كان يكون عالم اخر وكان يكون اداء اخر وكنا حاليا نراهم في الربع النهائي ديال الشامبيونز ليغ، لكن على من ذلك كنتمنوا لي ما يفرطوش في السيري ا هذا الموسم. المهم الخوت هادشي اللي كاين هو هذا هو الكلام اللي قالوا اسطوره ديال اليوفي المدافع الايطالي جان لوكا زامبروتا اللاعب ديال اشرف حكيمي اللي اعترف به وقال هو الافضل من ناحيه الاظهره ديال الدوري الايطالي. هادشي اللي كاين الخوت كمل عدم استفسار كنبقى ديالكم، كان معكم مروان وتهلاو لي فراسكم.